كتيره جدا تخص النادي. وخدوا بال حضراتكم ان العجله دارت بسرعه، يعني زي ما كابتن خطيب امبارح كان بيقول انه احنا ما عندناش وقت نحتفل. هو حقيقي انت داخل على قبل نهائي ونهائي بطوله في خلال 6 ايام ان شاء الله باذن الله نوصل نهائي يعني، وبعدها على طول تلعب سوبر افريقيا، ودي بطوله كبيره جدا، وهتلعب مع فريق تقيل، واحد من الفرق الثقيله جدا، واصل نهائي كونفدراليه وفايز بكونفدراليه السنه دي، فبتتكلم على فريق ليه وزنه بالتاكيد. فبالتالي عندك 3 ماتشات مهمه جدا في خلال تقريبا اقل من 10 ايام. على كل الاحوال خلينا نبتدي اخبارنا مع حضراتكم الحقيقه بتهنئه وبشكر من رئيس النادي الاهلي للدوله. الحقيقه كابتن محمود خطيب رئيس النادي وجه الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه وكافه مؤسسات الدوله اللي تحملت مسؤوليتها كالعاده بل وفوق طاقتها من اجل اقامه مباراه نهائيه لدوري الابطال في مصر، وان تخرج هذه المباراه بالشكل الذي يعكس الصوره الحضاريه للدوله المصريه بالرغم من الضغوط اللي احاطت بها لفتره ليست بقصيره. وجه ايضا رئيس النادي الاهلي التحيه لرجال القوات المسلحه والشرطه الذين يتحملون العبء الاكبر في كافه المناسبات من اجل امن وامان كل المصريين، وهو ما جرى في جميع البطولات التي اقيمت على ارض مصر خلال الفتره الاخيره، كما خص بالتحيه فريقي الاهلي والزمالك اللذين بذلا جهدا كبيرا منذ انطلاق المسابقه حتى وصل للمباراه النهائيه لتضمن مصر كاس البطوله ايا كان الفريق الفائز، وهو شيء يحسب بالإيجاب للناديين الكبيرين. كمان كابتن محمود الخطيب أشار لضرورة الدعم المستمر لكل أواصر الود والاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الرياضية، معلنا رفضه القاطع للإساءة لأي من هذه العناصر سواء كان لاعب أو مدرب أو مسؤول أيا كان موقعه، خاصة أن الرياضة وسيلة للتقارب والتسامح وليس للتباعد، لأن الفوز ببطولة أو خسارة أخرى طبعا لا تعني نهاية العالم، ولابد أن تكون الروح الرياضية هي اللغة السائدة بين الجميع. كمان رئيس الأهلي طالب كل الجماهير بانتماءاتها المختلفة طي صفحة أي إساءات سابقة صدرت من البعض، ويجب أن نسمو فوقها، وبلادنا تحتاج إلى التكاتف والوقوف خلف قيادتها، وده طبعا للنهوض بها وتحقيق كل الطموحات، بل لابد أن نحرص على أن تبقى العلاقة بين الكيانات الرياضية ثابتة وراسخة، لأنها أكبر من نتيجة الفوز بأي بطولة. وختاما جدد الكابتن محمود الخطيب تهنئته لأعضاء وجماهير الأهلي مؤكدا على تقديره الخالص لدعمهم ومساندتهم للنادي طوال الفترات الماضية. الحقيقة يمكن كلمة كابتن محمود الخطيب وبعيدا عن التوجه بالشكر للدولة الحقيقة تستحق هذا الشكر على مجهودات مضنية، مش بس فيما يتعلق بنهائي دوري الأبطال ولكن فيما يتعلق بالنهوض بالرياضة المصرية بشكل عام. لكن الحقيقة كلمة كمان بتتضمن عدد مهم جدا من الرسائل التي نتمنى أن تصل. أنا الحقيقة يمكن وإحنا كنا بنتكلم امبارح وإحنا في يعني في عز فرحتنا وإحنا بنحتفل بواحدة من أغلى البطولات اللي حققها النادي الأهلي، قلت إنه إذا اتحطت الأخلاق في كفة والرياضة في كفة ولابد من الاختيار، لا نختار الاخلاق وتذهب الرياضه الى الجحيم. المفترض الحقيقه ان واحد من اسمى معاني واهداف ممارسه الرياضه هي السمو الاخلاقي، انه الانسان يرتقي بفكره وبمشاعره وباحاسيسه، وده اعتقد يعني شيء اساسي جدا ومفهوم جدا وطبيعي جدا. واتمنى الحقيقه ان كل حد بيتمتع بنجوميه يكون على قدر هذه المسؤوليه. أي خروج عن النص ده شيء بديهي ومتفق عليه، أي خروج عن النص أمر غير مقبول على الإطلاق ومرفوض بشكل تام، لكن برضو لابد أن احنا نسأل ونفهم الأسباب اللي دفعت لهذا الخطأ، وقبل ما نحاسب رد الفعل لابد أن احنا نحاسب الفعل نفسه. على كل الأحوال نتمنى أن الرسالة تكون وصلت، ونتمنى أن احنا نبتدي صفحة جديدة بعيدا عن التعصب وبعيدا عن العنصرية وبعيدا عن أي شيء مقيد ترفضوا الاخلاقيات المصريه والطبيعه المصريه بشكل اساسي. احنا بنتكلم فعلا كل يوم يا احمد ان احنا ضد التعصب وضد ان يكون في اي مشاحنات او اي حاجات غير لائقه او خارج نطاق الاحترام بين جماهير الناديين او لاعبين الناديين، واي تصرف طبعا غير محترم او مش داخل اطار الاحترام المعروف والروح الرياضيه مش المفروض ابدا ان هو يكون مقبول. خلينا كمان نكمل مع حضراتكم ونقول لكم ان مسؤول النادي الاهلي قرروا
وعمل مسحه للاعبين النهارده الصبح الحد، وده طبعا بعد احتفالات التتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا واللي اقيمت امبارح. توافد لاعبو الاهلي والاعضاء الجهاز الفني والاداري على النادي زي ما شفنا مع حضراتكم لاخذ المسحه رغم حصول الفريق على راحه من التدريبات النهارده بقرار طبعا من بيتسو موسيماني المدير الفني الفريق، والمفروض ان الفريق ان شاء الله يرجع للتدريبات بكره يوم الاثنين استعدادا لمباراه الاتحاد السكندري بعد ما حصل الفريق على راحه من التدريبات النهارده بعد التتويج طبعا ببطوله دوري ابطال افريقيا. المفروض انه موسيماني المدير الفني هيعقد الاهلي جلسه مع اللاعبين قبل التمرين وطبعا يتكلم عن المرحله اللي جايه واهميه حصد البطولات اللي هيشارك فيها الفريق محليا طبعا وافريقيا، سواء بنتكلم على كاس مصر او السوبر الافريقي او طبعا كاس العالم للانديه. زي ما بنقول يا احمد احنا داخلين كل البطولات واحنا بننافس عليها، احنا عايزين كل الالقاب اللي احنا داخلينها، مفيش صحيح. حاجه اسمها ظهور مشرف او خلاص احنا خدنا دوري ابطال افريقيا فمش فارق معانا اللي جاي، طبعا ده كان الهدف الاهم ولكن برضو اللي جاي مهم جدا. صحيح، وزي ما قلت انه في برضو الماتش اللي فات ده ماتش الزمالك كان بمثابه المرور من عنق زجاجه، يعني احنا بنتكلم على فتره طويله جدا عانى منها النادي الاهلي فيها النادي الاهلي من غيابات سواء بسبب الايقاف او بسبب الانتقال او بسبب الاصابه. اعتقد انه القائمه الجديده هتخلي مستر موسيماني معاه اوراق اكتر، مراكز مدعومه بشكل كبير جدا سواء بعد عوده المعارين او الصفقات الجديده اللي حسمها النادي الاهلي. يدخلوا من الماتش اللي جاي بتهيألي برده شويه صعب، يعني ممكن يبقى مستر موسيماني يفكر يريح لعيبتنا شويه اللي يعني ادت موسم طويل جدا ومرهق جدا جدا وممكن يدفع بالصفقات الجديده، بس بتهيألي عشان تدخلي كل الصفقات مره واحده هتبقى صعب جدا، فممكن نشوف اسم او اسمين في الفتره المقبله. طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم في السادسه مره